أهلاً ومرحباً بعائلات طلاب منطقة الجيفرسون كاونتي بابليك سكول التعليمية. يقدم قسم الخدمات اللغوية خدمات الترجمة الفورية للأمور المتعلقة بالمدرسة، ويعزز سبل التواصل بين منطقة جيفرسون كاونتي بابليك سكول التعليمية وبين الأسر التي لا تتحدث باللغة الإنجليزية بلغتها الأصلية. تشمل خدماتنا ما يلي: الترجمة الفورية وجها لوجه لبعض الأحداث مثل اجتماعات الآباء والمعلمين والزيارات المنزلية والتقييمات وما إلى ذلك، الترجمة الفورية عبر الهاتف، الترجمة الفورية عبر الفيديو. للحصول على خدماتنا يرجى التواصل مع المدرسة عن طريق: أولاً الزيارة، يرجى إعطاء البطاقة المكتوب عليها عبارة I speak إلى موظف المدرسة، أو يرجى إخبار الموظفين شفهياً عن لغتك، فجميع مدارسنا وبرامجنا مجهزة بشكل سليم يتيح لك الحصول على خدمات الترجمة الفورية عند الطلب من أجل التواصل معك. ثانياً المكالمة الهاتفية، يرجى الإفصاح عن لغتك باللغة الإنجليزية لممثل المدرسة في الهاتف، فجميع مدارسنا وبرامجنا مجهزة بشكل سليم يتيح لك الحصول على خدمات الترجمة الفورية المعتمدة من أجل التواصل معك عبر الهاتف. ثالثاً إرسال بيان، أرسل بياناً إلى معلم طفلك بلغتك الأم، وسيتصل بك المعلم لتعرف على طبيعة هذا البيان. سيساعدك مترجم فوري معتمد على التواصل. يلتزم قسم الخدمات اللغوية بمنطقة جيفرسون كاونتي بابليك سكول التعليمية بتقديم خدمات الترجمة الفورية لكل أسرة لا تتحدث اللغة الإنجليزية في جيفرسون كاونتي بابليك سكول لضمان الحصول على تجربة تعليمية رائعة. نشكرك على حسن المشاهدة.